السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوة الكرام، أنا في الطريق الوطني رقم 27. ما يغركمش، راني بالسيارة، سيارة من العهد الاستعماري، ولكن تمشي الحمد لله. المهم، فايدة بالحصول أن رئيس الجمهورية البارح دار لقاء صحفي مع الصحافة على آخر التطورات اللي جات في الساحة. انتبهت لواحد الصحفي قال له علاش يا سيادة الرئيس ما تخرجش وتقول للشعب بلي الحالة خطيرة وكل شيء. فهمت مباشرة بلي هذاك الصحفي من الناس اللي راه عندهم لي زاكونت نتاع الفيسبوك وتويتر وراه عليها ويهولوا في الحالة. الرئيس الجمهورية برد لي على خاطري وقال له تحوسني انا نخرج ونقول للشعب في الحالة اللي راهو فيها هو ترك، بزاف اللي ماهمش خدامين وحالتهم حالة وربي اللي على باله والظروف اللي راهم فيها. نقول له يا شعبي العزيز، يا شعبي العظيم، يا شعب 17 مليون شاهد، الحالة راهي دونجي، وجدوا رواحكم للمجزرة. صراحة كاين عباد وكاين عباد انسيين وكاين عباد شواطن، كما يقولوا العنانبة شواطن، شياطين، شياطين انسية. يعني ما كنتش فايق في رمضان على يقول النبي صلى الله عليه وسلم تصف هذو الشياطين، تصف الشياطين الجنية ماهوش الشياطين الانسية. الانسية على بالك تقعد دايما تخدم على العام، ما ترتاحش. أنا في الطريق الوطني راني قريب بين الميلية وسيدي معروف وحمام بني هارون وهاوك تشوف سومي دوبلي في سومي. تعرفوا بلي الشعب هذا إلا كان ما رباش هاد الشعب هذا إذا كان ما رباش هاد المرحلة، ما رباتوش هاد المرحلة وهذا المرض، أنا اسمحوا لي لازم نشوف بلاصة نعيش فيها، نعيش مع الشوادة ولا القرودة. حنا نقول لهم هنا القرودة فيجيج، القرود، القرد، نهضرو باللغة العربية، القرودة. اسمحولي نعيش مع القرودة ومع الديابة ومع الحلوف مع الخنزير، وما نعيش مع هاد الخنز هادو. باسكو الحلوف على بالك زوج انواع، كاين حلوف اللي بربع رجلين وكاين حلوف اللي بزوج رجلين. اللي بربع رجلين ما تخافش منه غير الا كان بليسيتي، ها انت اللي تعديت عليه. هذاك اللي بزوج رجلين هو يظلم او يبعج، يبعجك مهما ما تظلموش يبعجك. المنطقة هذه السياحية روعة يعني ما شاء الله. ها تشوفوا جماعة إذن جماعة تولوا من الناس اللي ينشروا في الشائعات ويهولوا في الوضع، وتولهم فرنس 24. فرنس 24 ماذا بينا نشنو حملة كبيرة وكبيرة جدا عليها، لأنها الآن رسميا راهي بينت على شكون اللي حاكمين فيها. حاكمة فيها المخابرات الفرنسية، حاكمة فيها الحكومة الفرنسية، حاكم فيها المخزن المغربي،
وحاكمين فيها لي فرانكو بارباريست، هاد الخناز هاد الساقطين هادو، انسان لازم ياخذ حذره. وبارك الله فيكم وجزاكم خير جماعة. ما تنساوناش، ما تنساوناش، ما تنساوناش. حاكم بزاف اللي راهم يفوتوا هكذاك برك، مجرد تعبز على ابوني برك هذا ما كان، ودرنا لايك ودرنا الجرس باه يوصلك ان شاء الله كل جديد. اليوم هذا ان شاء الله كاين جديد بزاف. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم أبو محمد عمار سيد ميريا ولاية جيجل.